دائم المنطقة. طيني طيني شاي، طيني شاي ابو محمد هذا. وهسه راح نسولف ويا الشبيب نطلب من عندهم المساعدة. اولي شويش الاجواء بينه كلش حلوة من اجل التمشي يعني. تعال بسرعة واترك الباب. اوف السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بيكم قناة العاب كونفوشارية وراكي جيمر. اهلا بيكم بالحلقة رقم 12 او الحلقة رقم 13 من اللعبة الكونفوشارة مترو 2033. ان شاء الله بحلقة اليوم نروح الى محطة بوليس، اللي هي المحطة اللي قاعدة الرينجرز. اوكي نايس نايس، شيل القناع شيل القناع. حسنا سنصل الى بوليس قريبا. شيل القناع، لابس قناع. اوكي نايس نايس. انهم ليسوا وحوشا عادي، انهم شيء اخر، شيء اسوأ. الخوف. اوكي لحد الان ترى الدارك وانز مخلوقات مجهولة، يعني شلون نقولها، يعني ما ادري هم شي يريدون، ايش سالفة اهلهم، بس اللي نعرفه عنهم انهم ضرونا يعني. كم حتى الاطفال يحتاجون الى ايادي ابائهم. نحن نريد ان نفهمك وان نساعدك. هذا داركون جاي يحكي. اوكي اول شوي اهرب يا ارتيوم. نحن فقط نريد المساعدة، نريد فقط السلام. اقدر اشرد من عنده او اقدر اجيله. ما الذي تفعله؟ انها غريبة لكن لا نعرف اذا كانت هي شريرة كالنيران. انه دائما يعتمد على طريقة نظرتك للامور. انظر لامور جيدا قبل ان تحكم على الاشياء من مظهرها. هذا هو جاي يقول حكيم. من الصعب ان اصف شعوري، متحمس تصور، لكنني اوكي لقد فعلته. بمجرد ان اسلم رسالة هنتر اوكي محطتي سيصل الى محطتي المساعدة، ومهمتي ستنتهي. هيا انت اوقف العربة، لا تتحرك، اسمي نفسك. اوه نحن النازيين اتينا لناخذ منصتكم محطتكم. المان هل انت؟ لولا بيرتروس هنا لقتلك. لا يتحمل، لانه لا يتحمل المزاح. من هذا الذي معك؟ انه من فرونتير، لقد انقذته من بلاك ستيشن، اصطحبته من بلاك ستيشن. حسن تعال. هذا يكون لو فرونتير ما ادري ايش اسمه ويانا موجود كان رماك، لان ما يتحمل الشغل. دام بين قوانين. اوكي دام. اوه قطار مدرع همينه. هذول يعني شلون مستكشفين، خلينا نقول مغامرين، الناس الاخيار اللي مترو. اوكي بلعبة مترو. اوه دام المنطقة. اوكي هذا اسمه ميلر لو انا اتخيل. من المنطقة ضخمة ضخمة يا اخي. اوكي هنا عندهم سجن. هذا يب هذا السجن. نايس حسن اللي نذهب. دام بوليس محطة كبيرة ضخمة. شوف شوف السقف وين. أنا جاي يشتغلون. نعم تفضل. هذول سجناء يباوع لي انتظرني. هلا ابو فليحة. اشكال الناس خلاص تحرك. اوكي اهلا بك في بوليس غريسنوف كابتن. لقد اتيت من مكان بعيد يا ايها الفتى. من اين انت؟ انه من اكسبيديشن. ماذا لا يستطيع ان يتكلم بنفسه؟
حسن كابتن واجه متعب كلش اوكي ما يقدر شايل رسالة تنتر عن مد هاي على كيفك يا يعني حسنا تعال غير ملابسك تستطيع ان تترك دروعك هنا انها آمنة ستحصل عليها تلمع ونظيفة انهب وارتاح يا ارتيوم خذ راحة ان شاء الله هو مو مهم راح اروح ادور على ميلر ان شاء الله هو مو I won't. أنا لن أفعل لك. أيها المزعج. Okay. Idiot. Idiot. حمار. هذا جاي يحكي عن هذا. Okay. راح يشوف القائد ميلر. ميلر اللي هو قائد الرينجر أو أحد القادة. هلا وشلونكم؟ Nice. I wanna go pee. What? أحد بيكون أكسجين فلاتر ممتاز يعني 100% عندي كل هنا مقبطات لي ما أعرف أو معتاد على استخدام هذا القنابل أوكي هاي السكاكين هاي القنبلة اللاصقة المتفجرة هنا القنبلة بس تنفجر هنا القنبلة الحارقة أوكي. الطلق سيدي ألغي أرتيوم هل هذا أنت؟ أنا ميلر ما هي رسالة هنتر التي لديك؟ أوه يبي السلاح الجديد بس هذا السلاح عندك شو السالفة؟ لا هذا السلاح أصلا عندي ياه شبي أنا تريدن خلي أشوف الأسلحة اللي عنده ياب عنده بس هذا ب173 ذاك اللي كان عندي ب225 يعني ذاك مليار بالمئة افضل ايش بيه لعد بعته او ذبيته ما ادري احتمال هذا افضل لان اجدد او احدث احسن هذا السلاح ليزر خلي لي ليزر خلي لي كاتم ما شكله افضل هذا همينه اوه خلي لي هذا ياب خلي لي هذا اوكي ممتاز شكلك صار شوف هذا ايش عنده اوه وات از ذس اركب له ليزر تحفه وش اركب له اها يقلل يعني ما احتاج كل شوي اضيف له ضغط ممتاز هذا يعدل الضغط ياب نايس لا ممتاز هذا لا ياب خلي يظل على هذا ما احتاجه هذا ماح. شوف شنو عندنا هنا هل اكو شيء جديد لا ما عندنا شيء جديد نايس والله نايس سلاح هذا غير هذا السلاح صار تحفه هسه صار بي ليزر اوكي والضغط ما ينزل بسرعة نايس والله عندي بعد 469 فيا هذا السلاح احسه افضل ما ادري لا زال عندي هذا الشعور اوكي خلينا نسولف ويا ميلر القائد قل الوضع أولاً شكراً لك أن تأتي من إلى بوليس هذا شيء ممتاز ما عندك يعني ما قصرت راح أطلب اجتماع عاجل حتى نناقش قضيتك كل القادة إلى غرفة الاجتماع أوكي كل القادة إلى غرفة الاجتماع أوصل الفتى إلى غرفة الاجتماعات يا فتى هذا أو هذا الفتى عندكم شيء اقدر اخذه؟ لوت سلاح هذا السلاح شنو يعني ما ادري شكله غريب وما اثق بالاسلحة اللي شكله غريب اوكي اوكي نعم ماذا تريده؟ اوه ابو محمد اي نيو فيس الطين عصاير عمي الطين عصاير طين عصاير حجي هذا جي غني هذا ليش ما تغني ليش اللعبة ظلت تقطع الو طيني شايب طيني شايب ابو محمد هذا شايب ابو محمد اشرب اوكي شايب ابو محمد هذا اوه ما يطيح همه ما يطيح اشرب بعد خلينا نشوف الحد من يطيح هذا طيني شاي تحدي هذا صار يعني هذا هو شايوك خليلي
خليلي في صحتك. جاي ابو محمد هذا وين تلقاه؟ اولي شيش شو الشاشة؟ شو حتى ابو محمد دايخ؟ اعطيني بالله بعد جايذب خمسة خمسة. اوكي ابو محمد لا تخلص ابو محمد كلش مغشوش هذا خاف مغشوش هذا مغشوش هذا الشاي مغشوش. اوكي حتى الحج هنا عم يشرب شاي. ناس تحكي ببطء كلش. اكو نهر بنص ال اكو نهر بنص البوليس ستيشن. يلا يلا خلنا ندخل يا ابو خلنا ندخل هسه راح نسولف وياهم. بس اول شيء خلينا نشوف شنو هنا. اوكي اعذرونا شباب يعني اعذرونا باعولي هسه ثواني وجهي الحجي. اوكي غرفة اختبارات لا تستطيع ان تذهب انها منطقة خطيرة. ابي اريد جائع. هل لديك سمكة جاي صيد الحجي؟ لا يا حبيبتي انتظري اكثر. اوكي يلا خلنا نروح لا خرب جدية اللعبة. وهسه راح نسولف ويا الشبيب نطلب من عندهم المساعدة ويا من بوليس. هذا المجلس مال الرينجرز قادة الرينجرز. اوكي نايس والله. اوكي غير لا يصدق لا يصدق. ارتيوم انا مصعوق بان المجلس لم يساعدك او لم يقدم المساعدة من اجل بوليس. لم يظهروا الشجاعة التي اظهرتها. بوليس ليست كل شيء في المحطات. هنالك طريقة. اوكي حسن اصغب يا الرينجرز لقوا اوكي لقوا صواريخ نووية لو وات. المشكلة هي بان الصواريخ يجب ان يتم اطلاقها اليا من غرفة خاصة الدي 6. لا نعرف اين هي. على اي حال المعلومات حتى نلقى وين هي الدي 6 غرفة اطلاق الصواريخ موجودة بالمكتبة تحت المكتبة. يجب ان تذهب. حسن يا ارتيوم يجب ان ننفصل. كل يخرج على جهة حتى لا يشك في امرنا. اوكي عندما تصل الى باب المكتبة ساكون هناك. حسن يا ارتيوم كن حذرا. هاي وشنو اخر؟ اوكي عندما تذهب هناك ساصطحب احد السبارطيين او الشجعان. على كيفك عم على الشغال عند حساب الخلفوك انا ها سوي لك تيباك وما خايف من عندك. هذا ميلر هذا والله شخصيته عجبتني يعني. يلا في مال يا ميلر الصديق العزيز. اوكي الى السطح مجددا. المجلس يعني قرار المجلس صقعني صعقني. اوكي لكن لدي امل. يجب ان اصعد للسطح مجددا حتى ابحث عن معلومات عن دي 6. اوكي حتى اجد المكان اللي ممكن انه استخدم الصواريخ من عنده. نايس نرجع للسطح. ليش لا انجلد مرة ثالثة ليش لا؟ اولي شويش الاجواء بينه كلش حلوة من اجل التمشية يعني. حالة الطقس ممتاز للتمشية. اوكي نبحث على اللوت. ماكو لوت شيش. اوش اوكي يا رجل لك شي هنا يا بوكشي. حب عفني بحالنا رحمة الوالديك عفني بحالي والله ما ناقصك الشيطان هذا. اوكي نايس استخدم الاكسجين. هذا اكسجين فلتر موجود ما اقدر اخذه. جد عندي فلاتر 16 دقيقة
شيش. اوكي اوه خلني نشحن. لا لا وين رايح وين رايح؟ حب 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 حب. تعال وين رايح؟ تعال اوكي وين رايح؟ عندك هذا واحد لازم اقتنص الفرصة. لا يب شكيته الحصان هذا اللي كان هنا وين راح؟ لازم اصيده ما اقدر اتركهم. اوكي يسمع صوته يسمع صوت الوحش بس ما جاي يدل وين مكانه. من صفات المراقبين بانهم يثبتون بالعاده. لا تقل شفتني اعتقد كظ وحش. لا ما كظ شيء. لا 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 تجيني لا تجيني لا تجيني. اوكي لا اله الا الله تجي لك المصايب. اوكي يابك منطقة سرية جوا نايس. مشكلة انا جاي اضيع وقت. ياب منطقة سرية ومفتاح. شنو معناتها اذا اكو مفتاح؟ معناتها اكو قاصة. اذا اكو قاصة يعني معناتها اكو لوت. اذا اكو لوت معناتها لازم اخذ اللوت هذا. معناتها هذا اللوت مالي. اوكي ايش اكو هنا؟ اوش اوش اوه منطقة سرية نايس. ليش تو اسمع الصوت منه؟ بوم بوم بوم. يب شنو هالبغبغة؟ ما هذه البغبغة؟ اوكي منطقة مبين هادئة نوعا ما. سمعت اكو وحوش مال البحيرة. اوه شني شني شفت؟ سمعت وحش بحيرة موجود يعني. اريد اشوفه. شني متأكد متأكد. ما ادري. يب اسمع صوته. اوكي. سانا وين؟ مشكلة ما جاي اشوفن. اي شبيبة. شوف الضغط ما جاي ينزل من هذا السلاح. هذا الشيء تحفة. معقول؟ وايب هذا وحش هذا وحش. اوه وحش بحيرة. شنو هاي؟ اوش ناخذ طلق ناخذ فلوس ناخذ كل شيء. اي كي لا ما نحتاجه. الضغط ينخفض اثناء لما اذا بدلت المخزن. لا حب حب شنو انت بكيفك اقول لك؟ لقوني الوحوش. اكو طريق منا انا. مو يب اكو طريق منا. تكتب كل مكان القاك. اوكي يب اكو طريق منا. خلينا ننزل جوا بكل حنيه. اي اوه طفل و شو اسمه وحش جاي يركض ورا. اعتقد ما عندي وقت لازم ابدل الفلتر. يا اخي لا تزعج اهلي رحمة الخالته. اوكي شوف شكو منا. ماكو شي ماكو شي. اكو فخ لازم اقطعه. ياب قبل لا تنزل علي هاي الخشبة. شوش ان شاء الله ما يزعج اهلي هذا. واي اوف ها لو شوي بعد ما تقدم كان اللاصت. شنو اكو من هناك؟ ما اقدر اتعدى من هناك. اوكي نايس نتعدى من هناك. جاي اسمع صوت اطلاق نار. اعتقد هذا صديق ميلر صديق القائد ميلر.
هاي شين يكون هنا ما قدرت اعدي منها. اعتقد هذا الطريق الاول اللي توه كنت بيه. اوه يعوفني يا اخي هسه والله حاله هاي. اوكي فلوس. اوه نايس. اوه اهم شيء. لا حب 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 ممنوع ممنوع يا اخي والله عجيب هذا الشيطان. اوه استلم. هل استخدم هذا السلاح الجديد؟ الله كش قد حلو ال جد حلو هذا ال نايت فيجن بال هذا بالنهار. هذا الصوت صوت قطيع قطيع وحوش. اي يطفر يطفر يا خلا خلطينا فرصة خلي نبدل الاكسجين يا خستة والله حالة هاي ما تلحق تبدل. شو 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 سوي خمسات. اعتقد لازم اخذ الموضوع بجدية. اوه يحاولون يحاوطوني ها. يجي لكم من الجهة اليمنى واليسرى. بدل 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 سريع 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 سريع. مشكلة ما يجي من قدام. بسرعة. لا لا لا. سريع سريع شباب على ما يجي صديق ميلر اللي خبصنا. اللي هواي تأخر. راح يخلص. ياب ياب اجي 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 اجي. ياب قتلته. احتاج شوية مساعدات يعني. نايس نايس نايس. خل شوي نفتر. ياب هنا انا اكو همينة. بولق. لان هواي صرفت شغلات. ياب ياب اجو 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 اجو. شباب متأخرين هواي متأخرين. وين جيرمي؟ صديقي استعجل شوي لان خلص الهيل مالي خلص عندي بس 2 هيل. ليش ليش لا تروحون هناك هاي المكتبه خلينا ندخل الهيل. لا لا خل خل نطول شوي خلينا نطول. طيني اذا قعدت على جهه اقدر اواجههم يعني. اوكي ياب اذا قعدت هيك ياب ما جاي علي هذا. هم يحددون شخص لا لازم اروح له. مثلا هسه هذا جاي لي جاي لي. اوكي ابلع. لا من وين يمتى جيت وراي. اوف اوف. اوكي هذا جاي لي جاي لي. اوكي جاي اسمع اصوات اشخاص جيعانون. تعالوا تعالوا شباب تعالوا. ياب وات ما مات. وات هولي شويش استهانيت بيهم الى ان طيحوا حظي. اوكي ارتيوم يلا شباب استعجلوا استعجلوا رحمة خالدكم. دعسنا دعس. هذا ميلر وصديقه الرينجر. اوكي هذا ميلر مو يب هذا ميلر وهذا الرينجر العادي. في بوع لي بوع عيونه. يلا خلنا ندخل يا شباب. نايس طيني طيني كل شيء احتاج. حسنا انظر الى الخارج الى ان ندخل. اوكي امن المنطقة الخارجية شلون يقول. دخلنا اخيرا الى المكتبة. شلون الوضع؟ يبدو بان المكان هادئ. شباب اعتقد بان الشيطان قادم. اوكي
أرتيوم هيا أدخل، تعال بسرعة واترك الباب. أوف ابلع. أوكي والنوب، حاول تصعد وتشوف لنا طريق ما أدري شلون إنه نشرد منه. بس انتظروا لنا شباب لوت. هاي المكتبة ما اتذكر عن المكتبة من كنت صغير لعبت. قاصة شباب، قاصة لقيت قاصة، يعني اكو مفتاح، اكو مفتاح يعني اكو لوت، يعني لازم اخذه. اعذروني ياب لازم نساعدهم. اوكي ياب، باب مفتوح. وات ذا فاك، متأكد مفتوح؟ كان شنو الحركة الوسخة هاي؟ وات ذا فاك از ذيس، شنو هاي؟ اوش اوش، لازم تتعدى. هو يراوغ. لا 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 تطقني، لا تطقني، لا تطقني، لا تطقني. اوكي اوف يب، مفتاح. اعذروني شباب راح انزل، يعني نزول سريع. نسوي نزول سريع، بس خلي افتح القاصة اول شيء. هم قالوا لي روح افتح ذاك الباب خليه مفتوح حتى نقدر ننجو يعني من هذا الشيطان. الشيطان بعد شله بالله، لو هذول الاثنين لو ماكو. اح اخ على راسي الطقه. اوكي لازم تراوغ وتراوغ وتراوغ. احتاج علاج سريع سريع. ياب لازم اوكي ياب. يا وسخ ياب، قتلته ياب، قتلته ياب، قتلته ياب طيح اذا قتلته. جاي اسمع صوت واحد جاي يمشي ياب، هيك تتفلش وهيك ينفتح الباب. اقفد حيوان واسخه هنا أنا. اوكي جوي 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 ياب نايس. لا تذهب اي مكان، سناتي بعدين لما نروح نرجع. وات ذا فاك، يقول راح نرجع لك لما احنا بطريق رجعتنا. شو الحركة هاي؟ مو شغلة هاي. لو طولت اكثر كان هذا الوحش كلانا، كان طيح حظنا، كان انتهينا. لوت لوت لوت، مالي هذا، مالي معي لوتي حلالي. اوكي منطقة سرية، بس هذا اللوت. كلب ما يحس يعني. ملاتي لوتي لوتي وسخ لوتي هذا. خلصنا من البشر اللي يبوقون اللوت مالي، يجي هذا. اوكي ليش هذا؟ هم مقفول. ياب تيامنا. أقول لك شوف من جهة أخرى من أنا مية بمية. أول شيء شنو هذا القرد؟ أعتقد هو هذا اللي سد الباب قبل شوية. ياب هو هذا اللي سد الباب مية بالمية. كنا نريد ندخل عادي بس. لا سد الباب الواسخ، قرد الواسخ. يا بنقصني هواي طلق. شوفوا هذا السلاح بي 40 طلقة، ممتاز والله. بالنسبة للبشر أي سلاح ممكن يفيد بيهم عادي، بس الوحوش يفيد بيهم سلاح بيه هواي طلق. يقول لي يلقى لي صديقني، يقول لي يلقى شي حتى يفتح بيه الباب مقفول. اعتقد لازم انهي الحلقة هنا لان الحلقة صارت نص ساعة.
فاوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهايه حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسونا باللايك والاشتراك. اذا عندكم شيء تقولونه او لعبه تريدون نلعبها كتبوا لها في التعليقات. نشوفكم عقب باكر ساعه او باكر الساعه 7 بالليل ولعبه مترو 2033. اوكي يلا باي.